أهلا بكم مجددا بموضوع جافا سكريبت عامة. موضوع الفيديو اليوم هو أننا نريد أن نعرف إذا كانت الـ array فارغة أو لا، array جافا سكريبت. فبكل بساطة لو كان لدي array تساوي يعني square brackets empty array، لا يوجد فيها عناصر، فيعني هذه الـ array فارغة، فبالنظر أنت تعرف أنها فارغة. لكن بالنسبة لجافا سكريبت، إذا أردت أن أكتب كود يسأل إذا كانت هذه الـ array فارغة أو لا، ف بكل بساطة يمكن أن تفكر تقول أكتب إذا كانت فارغة فإذا if array كذا، لكن هذا الكود خاطئ، لأن بالنسبة لجافا سكريبت الـ array الفارغة هي قيمتها البوليان هي true. فإذا كتبت إشارة تعجب مرة لنفي قيمة الـ array، فإذا كانت الـ array true الآن ستصبح false، وقمت بنفيها مرة ثانية فإذا كانت true ستصبح false ثم تصبح true مرة أخرى، فالنفي مرتين، ف هذا يعطيني قيمة البوليان لهذه الأريك. فإذا قيمة البوليان هي true بالرغم أنها فارغة. فكتابتي لكود if array كذا إذا كانت فارغة أو غير فارغة هذا خطأ، لأن دائما هذه الأريك ستكون true. فالحل لهذا الموضوع هو أن نأخذ قيمة الأريك بالتالي، نكتب is empty إذا كانت فارغة، فهذا يعني الـ array.length يساوي 0، يجب أن يساوي 0. إذا كان يساوي 0 الـ length للـ array، فهذا يعني أن هذه الـ array is empty. فإذا الآن is empty سيقول نعم هي true. فإذا الآن يمكن أن أكتب الكود is empty if empty افعل كذا، هذا الكود الآن صحيح. وإذا أردت مثلا أن أقول مثلا let x مثلا تساوي، إذا كانت الـ array empty فاجعل قيمة x مثلا تساوي 0، غير ذلك اجعلها تساوي 1. فيمكن أن أستخدم أكتب كود سريع الآن، فأكتب إذا كانت الـ array empty يعني قيمة الـ array.length يساوي 0، فأريد قيمة الـ x تساوي 0، غير ذلك أريد قيمتها تساوي 1. فإذا x الآن تساوي قيمتها 0. ماذا لو غيرت قيمة الـ array وجعلت الـ array فيها عنصر مثلا عنصر هنا، فهي الآن ليست فارغة، ومرة أخرى سأحسب is empty مرة أخرى، سأحددها بناء على قيمة الـ array الجديدة هكذا، ومرة أخرى سأحسب قيمة x بالنسبة لقيمة is empty الجديدة، فأتوقع x أن تقول لي 1. فإذا أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد، ونلتقي لاحقا، مع السلامة.